السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بحيدور. اليوم جاي لكم فيديو جديد حق لعبة ديد باي داي لايت. اليوم راح نتكلم عن بلد الجنرال، شلون ممكن احنا نحرك جنات بأسرع وقت ممكن، سواء كان معاك أحد أو إذا كنت بروحك قاعد تشتغل على الجن. فإذا كنت أول مرة تتابعنا لا تنسى تشترك معنا بالقناة وتفعل الجرس، وإذا أوريدي كنت أنت قاعد تتابعنا فلا تنسى أن بدعمك بالكومنت واللايك والشير ومشاهدة ممتعة. لو نيجي يا شباب ونشوف البركات اللي احنا مستعملينها، اول بيرك احنا ماخذينه اللي هو باوند، وهذا البيرك نلقاه عند دواي. زين، فكره البيرك انه في اطار 36 متر، اي لاعب راح يبين لك باللون الاصفر وتقدر تشوفه سواء كان ورا وول او شيء. فالفائده من هذا لو كان في واحد قاعد يشتغل على الجن ممكن انت تروح تساعده، ممكن اذا انت اوريدي داش مع ربعك بالتيم وشفتهم قراب من عندك ممكن تنادي له تقول له تعال انا قاعد اشوفك، اي تعال بهالاتجاه، فهذا يعطيك على قولتهم رؤيه وانت باللعب مع ربعك بشيء مو طبيعي، سواء انت تروح لهم او تخليهم هم يجون. بالنسبه حق البيرك الثاني هم عند دوايت اللي هو بروف الغني عن التعريف حق حرق الجنات. بروف يا جماعه اذا كنت قاعد تشتغل مع احد على نفس الجن راح يزيد سرعه الريبير سبيد 15%، يعني تطير الجن طياره. فلو نشوفه هو كم حلو راح يكون هم مع باوند، عشان كذي قلت لكم اذا شفتوا واحد قاعد يشتغل على الجن ممكن انت تروح تساعده ويشتغل بروف معاكم، او اذا واحد كان قريب ممكن انت تنادي وتخليه يشتغل معك على نفس الجن. بالنسبة حق البيرك الثالث اللي هو يا جماعة سبنشل بيرك القطو. بيرك القطو فكرته إذا كان الكيلر في إطار 36 متر وكان قاعد يطالع باتجاهك راح يشب عندك البيرك وراح يعطيك 6% ريبير سبيد زيادة، فهذا راح يساعدنا وايد في حرق الجنات. وبالنسبة حق البيرك الأخير أو الرابع اللي هو الريزيلينس، إذا كنت أوريدي مدمج وماخذ طقة راح يعطيك 9% ريبير سبيد زيادة. فأنا لاحظ هو مع بيرك القطو هذه 15%، واحنا قلنا بروف اوريدي اذا كنا قاعد يعني نشتغل على جن مع نفس مع شخص اخر راح يعطينا 15% ثاني، فهذه 30% زياده ريبير سبيد حق الجنات. واحنا يعني هني ما تكلمنا انت ممكن تحط تول بوكس، ممكن اللي معاك يكون عنده ريزيلينس بعد، فهني انت ممكن تحرك بتطير الجن طياره طياره طياره. جربوا البلد هذا وادعوا لي واخليكم مع المقطع. يلا بلش. شوف البلد من يمي. اوكي مو ويانا ولا واحد فيكم. لا بلا والله شوف شنو جراش 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 جراش. يلا 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 محمد امسك جن ثاني قول لنا وينه. انت اوبا التسخيطه خيره اوبا التسخيطه هذاك واحد. والله الله صدم كياني. خلوا وراي خلوا وراي خمس جنات ان شاء الله يعني. عنده حطة ماين دائما. الله اوكي اعطانا ريزيلينس. وين ماين؟ سحب علي سحب علي انتروس. لا لحقني حبيبي حبيبي ترك له مو راضي. هل لحقك ولا لا؟ لا لحقني مو راضي يلحقني ما يعبرني. سكر سكر الباوند علي باقي له ربع ينفتش. رافع الجنات انا رايح صوب السيرك. ها والله حفظتك والله حفظت الانت بسات. انا حفظت المايند الخرا كله حفظته. شوف شوف قام سوي مايند مع نفسه ترى. هديت اللوب رحت بيت جنبي بالنص حاليا بس ريزيلينس اللي فايدنا. اللي ما قاعد يلحقه يجيني السيرك وراي وراي السيرك. نايس انترس نايس مايند. تكوندو يمشي كله سيده كله سيده. محمد لا 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 رد نفس الدرب قبل شوي. ايوه نايس سويت فيه. اوبس والله تشوف لفيت عيني ثانيه بس نايس نايس. بيطلع دي سي شكله. ها والله ما ادغش مال بنرفز يا لو ربيته قام ما يلحقني خلاص. لا 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 ابي ريزيلينس ابي ريزيلينس. يقول لكم يقول لكم سحب علي يا عيني. اي والله عفل انا ازبن انا باول باول. بس اعطيتها شاك. ها بس اعطيتها شاك. لا
تشوف شلون بحلب اللوبة احمد اذا كنت يم ايه قاعد طالع ابو سيف مرة حلو رفع الهات وانا ما عندي البلد احمد تعال انزل يمك ترى يم ال وين؟ مكاكل يم اللوب؟ ايه لا لا ورا 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 انت راح تبعي عكس داخل داخل كنا ايوه لف يمين لف ايوه بس كا تعال قاعد تشوف المايند امان قاعد اشوفه قاعد كله كله موجود المايند هاي كله قاعد اشوفه هاي سيف عشان اذا لحقك بعد ادري ادري تو سويت فيه كذي سحب علي الحين بيسحب عليك شوف طاع طاع انطلس النار قاعد تفلت انطلس اذكر الله انطلس على طول عدني عدني يا يا بسيطة بسيطة انطلس كمل كمل ايوه كمل كمل محمد جايك يلا عندي ريزيلينس سمناهم بس بس الدبل ريزيلينس مبروك 30% شوف الجن نايس دور وراينا من الحين سحب علي كان ما يلحقني خلاص اربع جنات وما علق ولا واحد لا لا اصلا طاح الجراج اطل اوبس يا لوبس هذاك شغال على الجن الاخير كان عندي عند الشاك والله ما علق ولا واحد كسر الجن ايش فيك ايش فيك ليش ليش كسرت الجن وراي عندي ادرينالين هذا خلصت الجنات كلها عندي ادرينالين اذا تبي تعال عند اذا تبي احنا عند الشاك الجن بالضبط لازق بالشاك باقي بسرعه شوف التشكيله هذه شوف باقي لنا قاعد اشوف قاعد اشوف شنو هذا كله كله لا تعبان عطى كله صافي عنده هاتش هوبس يا لوبس خلص الجيم حبيبي خلص الجيم حبيبي خلص الجيم ابلع السنه ابو ذا بولت بوش صدت الهات بعد ها واحد ثلاث سوينا فيه دمرناه والله دمرناه والله جي يا الربع الباب اللي عند السيرك ها قاعد افتح يلا يلا تعال تعال حلو حلو لا يصيدك النهاية هاك بطل عندي رزاق بروح بطل ايش فيك؟ ما ابي اتغير بخسر عن وجهي يلا لا تسقط علي على الباب لا تسقط علي على الباب راح ابدي نفسي يا الربع والله ما طلعت ماين شوف الماين حاول سيف حاول سيف بوشيني تعطي ثاني هني نو نو ون خليك خليك عمي اي حلو حلو صح حسيت بشي العكسي بس بس عمي خليك عند الباب انا بطق ار 1 اوكي سبكتيت سبكتيت نشوف تشتي اطلع من ار 1 لا يطلعك لا يطلعك انظر ناطق حرام بس اطلع اطلع يجي الدوك والله مينون خليه يطقني لا خلاص فلاش يا عادي اطلع اطلع هنا انا طق ار 1 اصبر طولها طولها عندك دس اوكي لا لا عندي دس عندي كل شيء حلو حلو حاول بس حفان بس حفان طولها طولها بس طولها بك طولها بس روح كمل كمل ايه كمل 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 نايس 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 عندك دس بعد وقف فوق وقف فوق اذا هذا والله حرام طلعني والله حرام نايس نايس كمل كمل فيها فيها اوت فيها اوت
صح الله تفلاسي والله حرام لا ما بتشرط مربوطة والله خلي يطيحك انت قدس خلي يطيحك خلي يطيحك يعني مثلا الحين خلاص رحت فيها عطى درس نايس ساعدني عند الواب انا عندي فلاش ما عندي انا لا اوكي اوكي بس تروك رد رد بسرعة نقول ايه عندي امبريكبل عندي امبريكبل تمسك امبريكبل الله عليك لا الحشر قوم نايس بس اطلع 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 الله يسكين اطلع بس خلاص اطلع 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 والله شقيناه والله شقيناه الله يسكين اطلع امان اطلع بس خلاص مولا مولا فوز فوز انت مولا اي بس فوز والله حرام جيجي تعبنا والله تعبنا ما خليناه بيفوزني تصدق بيفوزني كنا والله جيجي والله جيجي طلعني